Hey, hello there. Good morning, everyone. يا صباح الموز عليكم. يا بقالنا كتير ما عملناش أي فيديوهات، ولكن بقى إيه، يلا رجعنا لكم مرة تانية. معرفش، يمكن حد لاحظ أو ملاحظش، مش مشكلة، مش هتفرق برضو، لأنه يعني هيلاحظوا ليه أو مين اللي هيلاحظ أصلا إن أنا اختفيت فجأة وكنت بنزل فيديوهات عن مصر. طبعا مش بنزلها يعني سرقه، انا كنت بصور هناك حاجات وكنت بنشرها، فاكيد كنت في مصر. يعني المثير في الموضوع ان انا نزلت مصر بعد 15 سنه متصله ما زرتهاش، وده شيء عظيم جدا انك انت تنزل دوله اللي هي بلدك يعني ما زرتهاش من 15 سنه. فاكيد لما هتروح هتحس بالاندهاش، على اي حاجه هتشوفها تبقى مندهش، هتلاقيك طول الوقت كده عندك اللي هو التعبير الغريب اللي بيظهر على وشك، بقك مفتوح ولسانك مدلدل طول الوقت. سواء بقى اللي انت شايفه ده كويس او وحش، مش دي المشكله، بس انت تبقى كل حاجه بالنسبه لك مندهش فيها، وده طبيعي لان اخر حاجه انت فاكرها، اذا انا فاكر حاجه اصلا من بعيد قوي يعني، فكل اللي هتشوفه يعتبر بالنسبه لك جديد، وده شيء ما اعرفش اذا كان كويس ولا وحش. ولكن طبعا اول حاجه اتسالتها بعد ما رجعت تاني، وخلي بالكم ان هي 15 سنه واللي قضيتهم كلهم 15 يوم برضو، يعني مش بيج ديل اساسا القعده اللي انا قعدتها في مصر، ولكن يعني الظروف بتحكم، هنعمل ايه؟ في واحد سالني كده سؤال ظريف جدا، قال لك انت لما رحت مصر بعد 15 سنه ما اقولكش انت كنت فين الفتره دي كلها، ما جيتش ليه؟ فقلت له هم اصلا دريانين عني، انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ ده هو يعني هو لو عليه نفسه يخرج نص الشعب اللي موجود اصلا عنده ويخلص منهم اصلا. تقول لي المفروض يقول ايه اللي جابك يا ابني؟ مفيش الكلام ده. ولكن يبدو والله اعلم ان هم كانوا شاكين ان انا ممكن اكون هربان من حاجه، فهم عايزين يطمنوا، وانا بقالي الزمن ده كله ما رحتش وفجاه رحت ليه؟ في حقيقه الامر هو الزمن ده انا ما كنتش بروحه لاسباب كتير. اولا لان احنا ما كناش عايشين في مصر، فكنا قاعدين كلنا عيله واحده مع بعضينا في المكان اللي احنا عايشين فيه، فمش مشكله نروح مصر. بالنسبه لنا دي كانت الفسحه، يعني احنا كنا بننزل عشان نتفسح، فمصر زمان بالنسبه لنا دي الفسحه بتاعتنا. يوم ما بتحب تروح تعمل سياحه او تتفسح بتروح مصر. بس بعد فتره، وخاصه بعد ما كبرنا واشتغلنا، ما بقاش يعني ليها لازمه قوي، خاصة انك انت لما بتروح هناك ما بتبقاش فسحة، لانك بتخلص بقى اجراءات والتزامات وبتاع، فبتبقى عندك ارتباطات كتير بالمكان اللي انت فيه دوت، بتضطر تخلصها، فاجازتك بتخلص وانت ما استمتعتش باجازتك اصلا، تبقى كانها راحت على ما فيش. فده واحد من الاسباب اللي ما كناش بيخلينا نروح مصر. ولكن بعد التشرد للعيلة بتاعتنا اللي اتشردت، في منهم اللي راح مصر، ويعني احنا بقينا متشردين في 3 قارات كده، فبقى الموضوع ان الواحد ينزل مصر ممكن، خاصة يعني ان هم يعني الظروف الاقتصادية والسياسية في اللي احنا في الوقت اللي احنا عايشين فيه الراهن دوت جبرنا على ذلك. anyway مش دي المشكلة، هو المثير في الموضوع ان انا رحت مصر قعدت 15 يوم ورجعت تاني للهم اللي احنا فيه، لو انت راجع بقى لدوامة الشغل تاني وتروح تراينج تو كونكت، يا نهار ابيض. كون ان انت تبقى انسان مغترب وما انتش عارف مستقبلك، مش واضح بالنسبة لك، وطول الوقت على اعصابك، يا ترى هنكمل السنة دي، هيمشونا، ظروف اقتصادية عاملة ازاي، ومستقبلك مش واضح، فده مش ظريف. نزولي لمصر في حد ذاته خلاني يعني تيقنت من مجموعة حاجات. انا طبعا رحت ورجعت ومعايا شعور مختلف يعني، او انطباعي كان غريب يعني شوية، وهتحس ان هو انطباع متضارب عكس اعكاس، حاجتين ما لهمش علاقة ببعض ضد بعض، حاجة زي كده اللي هو ايه، انت جاي مبسوط زعلان، بتعيط بتضحك، ما يعني انت في حرفيا ما انتش عارف ايه المستقبل في ظل الظروف اللي حاصلة دي كلها، انت فعليا مش عارف. المهم بغض النظر عن الأوضاع السلبية اللي احنا عايشينها دي، الوضع بقى اللي انا عايز اتكلم عليه، شعورك المتضارب اللي كل شوية انت عايشه وما انتش فاهم اذا كنت انت عايش يعني وانت راجع من مصر انت مبسوط ولا زعلان. فاحنا خلينا نكون محايدين شوية ونقعد نتكلم على انطباعنا
الخاص اللي هيكون فيه فجوة كبيرة جدا، لانه 15 سنة كتير، فهيبقى فيه الفروقات كبيرة ما بين اللي انا فاكره وما بين اللي انا شفته. وانا بحب اكون شوية موضوعي، يعني اللي اشوفه كويس اقول له الله الحتة دي كويسة، اللي اشوفه وحش اقول دي زفت وقطران عادي يعني. فانا خلينا نبدأ بالحاجات الايجابية. انا من الحاجات اللي شفتها طبعا اللي الناس كلها بتتكلم عنها ان هو ما شافوش الا شوية المشاريع بتاعت البنية التحتية والاساسية. هو فعليا البنية التحتية والاساسية في اي دولة ده شيء مهم، وفعليا هي عملت فرق كبير جدا على اللي انا فاكره واللي انا عشته. وفعليا من غيرها كان ممكن ما يبقاش الوضع كويس في مصر خالص، لانه فعلا البلد عدد السكان بيزيد والزحام كبير، وعدم الترابط او البنية التحتية اللي بتربط المدن والطرق والاحياء والمحافظات ببعض كانت مهترئة، وعدم وجود بنية تحتية تربطهم ببعض ده شيء مش منطقي. فكان لازم انه يتعمل مشاريع زي ديت، بل بالعكس المشاريع دي كان لها تأثير ايجابي، وهيكون لها تأثير اكثر ايجابية كمان لاسباب كتير. اول حاجة ان انا ما شفتش كم الزحام اللي كان موجود زمان. مثلا لما كنت بتروح اي مكان داخل القاهرة بس كده بتقعد ساعات عشان توصل مشوار، اللي هي ساعات دي انت ممكن تسافر بره المحافظة خالص وتروح محافظة تانية او تسافر بين مدن، فلا ده انت ممكن بتعملها داخل مدينة واحدة عشان تروح مشوار. اللي هو مثلا انا لو عايز اروح من مدينة نصر اللي جنوب القاهرة مثلا، حاجة زي الجيزة زي الاهرام زي او الهرم يعني او الحتة ديت، فانت كده بتسمي الله وبتدعي دعاء السفر وتودع اهلك وما تعرفش اذا كنت راجع ولا مش راجع، حاجة زي كده. لكن في ظل الاوضاع اللي انا شفتها لا، الموضوع اختلف. انت في احياء بقيت تعدي عليها بكمية كباري ما بتاخدش دقايق، يعني لما تفتح الحاج جوجل ماب ده اذا فلح معاك في مصر اساسا، لان هو مش ملاحق يعمل ابديت على حجم الكباري اللي كل شوية بتتبنى، هتلاقي مثلا ان ابعد نقطة ممكن تروحها ب 45 دقيقة. ده اعجاز يا جماعة، انت فاهمين يعني ايه 45 دقيقة؟ انا كنت بفتكر ان انا بروح ايام زمان بالمواصلات او حتى بالعربية 3-4 ساعات لمشوار رايح جاي. فده في حد ذاته انجاز. الحاجة التانية انه عملية الطرق اللي فتحت دي اضطر ان هو يبدأ يعمل اعادة تهيئة لبعض المناطق اللي كانت مهملة، اللي كان احنا بنسميها مناطق عشوائية او مناطق ما هياش كويسة او ما فيهاش البنية التحتية مش كويسة او خدماتها مش موجودة او هي بؤرة من بؤر الفساد اللي مكتوب موجودة في المجتمع. الكلام ده اتغير كتير. يعني في احياء انا كنت دايما على وقتي كنت بشوفها عبارة عن مجموعة من مقالب الزبالة، لما رحت دلوقتي لقيت انها فيها تجمعات سكانية على اعلى مستوى وارقى مستوى، لدرجة ان انت ممكن يعني ايه تتباهى انك تسكن في هذه الاماكن او تسعى انك تسكن في هذه الاماكن من جودة المكان اللي ما كانتش موجودة في السابق، والناس كانت يعني بتقول انا مستحيل اسكن في هذا المكان، وحتى اللي ساكنين فيها ما بيصدقوا يخرجوا منها لانه شايفين انه هذا المكان غير ملائم ووصمة عار يعني للي عايش فيها الى حد ما، يعني كانت الناس بتحس بكده. ولكن الوضع اختلف. واحدة من الأماكن المثيرة جدا للجدل اللي أنا كنت شفتها في الإنترنت اللي هي بحيرة عين الصيرة، وديت أول واحدة كانت عملت عليها فيديو كانت أسماء رؤوف، وهي واحدة طبعا من المشاهير، مش هتكلم عنها ده بقت أشهر من نار على العالم، ولكن هي كانت من أوائل الناس اللي اتكلمت عن المكان دوت وإنه إزاي تحول من إن البحيرة دي كانت عاملة زي ما تكون بقعة مجاري ومقلب زبالة وعشوائيات مقرفة جدا الى مكان على اعلى مستوى في متحف الحضارات وبيجيله الاجانب من كل مكان. يعني ده تطور برضو مهم. والاهمية للحاجات اللي زي ديت بترجع برضو تشوف الفوائد المباشرة والفوائد غير مباشرة، هتلاقي انك انت واحدة من اهم مصادر دخلك كدولة هي السياحة، وعشان يبقى عندك سياحة كويسة والناس تبقى جاية مبسوطة وتمشي مبسوطة لازم توفر لهم وسائل مواصلات ونقل وبنية تحتية وطرق تخليه يتنقل بين المدن والمعالم بتاعت البلد بشكل سلس، وإلا مش هيجي تاني وهيقولك ان الموضوع مقرف جدا وانا عشان اروح ازور من مكان لمكان بقعد ساعات طويلة جدا، غير بقى ان هو بيتأذى نظره بمناظر مقرفة
ومفيش داعي ان احنا يعني يجي في مكان زي ده. يعني انا مش دافع فلوس ودافع طيران ودافع تذاكر وتعب نفسي وجاي عشان في الاخر خلاص اشوف اكوام زبالة او اماكن مش كويسة او طرق زحمة ومش عارف اوصل للاثر او للمتحف او للمكان اللي انا عايز ازوره. فالبنية التحتية والطرق دي مهمة جدا، هتخدم السياحة وهتخدم السياح. مش بس كده، اللي انا اكتشفته كمان انه البلد فيها مشاريع كتير جدا ما تعرفش تحصيها فعليا، ومحدش عارف يديها حقها صح في الترويج ليه. هو فتح مشاريع، يعني الحكومة هناك في مصر كانت فاتحة مشاريع في كل حاجة مرة واحدة، اللي هو في اي حاجة وفي كل حاجة من شمالها لجنوبها. وده يمكن اللي اختلف شوية عن ما كان يحدث في السابق. دائما التنمية والتطوير كان بيبقى مختص بالمحافظات الكبيرة بس، اما المحافظات الاخرى ما كانت بتبقى مهمله تماما. اللي انا شفته المره دي ان اصبح في اهتمام حتى بالقرى والمدن والمحافظات اللي ما كانت مهمله بشكل كبير، حتى القرى. لدرجه انه انا كنت قاعد مع احد الناس وكان بيقول لي على موضوع يعني حياه كريمه اللي هي خاصه بالقرى، فبيقول لي ايوه الصندوق ده فعلا او المشروع ده فعلا عن فارق معانا كتير كواحد من سكان القرى. فقلت له ازاي يعني؟ فضرب لي مثل بسيط جدا، قال لك مثلا على غرار الخدمات الاساسيه زي مثلا توفر الغاز. فقال لك انا في القريه بدفع 2000 جنيه عشان احصل على خدمه الغاز والتوصيل، وفعليا انا ما بدفعش ولا حاجه، انا بدفعها اقساط وعلى فتره طويله كمان. قلت له يعني الوضع كده بقى افضل بالنسبه لك؟ قال لي طبعا. في المقابل لو واحد ساكن في مدينه بيدفع المبلغ تقريبا ما بين 13 ل 17 ألف جنيه عشان يدخل خدمة الغاز. إذا الموضوع أصبح فيه توازن، إن الخدمات بقت حتى بتفرق ما بين الناس اللي قاعدين في المحافظات والقرى عشان يقدر يوفر لهم الخدمات الأساسية بتكلفة مقبولة وعلى حجم دخلهم المتواضع. وبالنسبة للمدينة برضو أصبحت بالنسبة لواحد عايش في المدينة المفروض إنه عنده قدرة إنه يوفر هذا المبلغ. بغض النظر عن كل اللي احنا قلناه ده، لسه برضو في حاجات تانية انا لاحظتها، زي مثلا ان في مشاريع اقتصادية ومشاريع صناعية كبيرة، على عكس الناس اللي بتقول انه مفيش مصانع، وعلى عكس الناس اللي بتقول ان الدولة ما لم تهتم بعمل استثمارات في صناعات او فتح مصانع، الا ان في تجمعات صناعية كبيرة بدأت تستهدف مجموعة كبيرة من موارد الدولة اللي كانت بتباع خام لدول تانية وبنرجع نستوردها منتجات. حاجة مثلا على سبيل المثال الرخام بتاع مصر، حرفيا رخام مصر كان بيتباع خام للصين، وكان بيتباع الطن بكلام فاضي، وبنرجع نعيد استيراده كمنتج رخام صيني بتكلفة مضاعفة، والسوق كان عايش على هذا الوضع ومبسوط قوي. للأسف الشديد دي خسارة لموارد وإهدار لموارد الدولة، لأنك أنت بتخسر فلوس. الآن في مجموعة مصانع كبيرة بتنتج خطوط إنتاج للرخام وهي اللي بتصدرها منتج نهائي. يعني أنت دلوقتي بقيت تدخل للدولة إيرادات أعلى من تصديرها خام، وفي نفس الوقت بقيت تحد من أنك أنت تعيد استيراد نفس المنتج بتكلفة أعلى عليك وتستنزف العملة الأجنبية بتاعتك في الاحتياط النقدي بتاعك. ولكن يعني للأسف ده مش كفاية، يعني اللي حاصل ده مش كفاية، لأنه بقى هنيجي للجنب اللي بيزعل شوية. قلنا إنه في عندنا بنية تحتية، وقلنا في شغل كتير بيتعمل وفي حاجات زي كده، وأنا شفت اللي لمسته بإيدي خلال الفترة البسيطة قوي ديت في مصر. ولكن هل ده كفاية؟ لا مش كفاية. المشكلة في مصر مش ان الدولة المفروض بتعمل كل حاجة، اي دولة عايزة تتطور وتنمو المفروض يبقى فيه منهجية كل قطاعات الدولة من الافراد الشعب والمؤسسات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي وكل قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها لازم تبقى ماشية على منهجية واحدة. يعني ما بقاش انا بحاول ان انا امشي في اتجاه والاقي في قطاعات اخرى ماشية عكس هذا الاتجاه، اللي بحاول ابنيه بيتهدم. من اواسط التسعينات مشكلة مصر بجد انه تحول كتير جدا من رجال الاعمال للاتجاه للاستيراد، لان دورة راس المال في التجارة اسرع من الصناعة والانتاج والزراعة.
وبالتالي هي اكثر ربحيه واقل تكلفه. يعني خلينا ناخدها كده ببساطه، انا واحد هعمل مصنع، المصنع بتاعك محتاج عمال ومحتاج مواد خام ومحتاج انتاج ومحتاج اداره للانتاج دوت، واداره للمخزون السلعي، واداره واتفاقيات لنقاط بيع او انك انت هتسوق او حد هيسوق لك، كل الفيلم ده عشان في الاخر خالص تاخد ربحك اللي هيطول جدا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها عشان توصل للربح. على عكس ان انا ابقى عندي استيراد المنتج نفسه بتكلفه اقل بجهد اقل بدون عماله كتير بدون اي حاجه، واروح رميها في السوق ودورانها، دوران راس المال هيكون اسرع وربح هستلمه بشكل اسرع. من اواسط التسعينات بدا كتير جدا من قطاعات الدوله الانتاجيه والزراعيه تتحول الى الاستيراد، واصبح اسهل حاجه انك تفتح مكتب استيراد وتصدير وتبدا تستورد ايه اللي نفسك فيه وترميه في السوق. بدا الضرر ده يتراكم لدرجه انك انت بقيت تستورد حتى المنتجات اللي انت واخد وكاله تصنيعها من دول واخده وكاله تصنيعها. يعني انت بتضرب موارد تصنيعك بنفسك. زي ايه مثلا؟ هقول لك مثلا مثال بسيط عشان يمكن الناس كانت بتحسه وما زالت يمكن بتحسه. انت مثلا عندك وكاله انتاج لمواد غذائيه او سلعيه بالوكاله، زي مثلا البراندات بتاعت مثلا الشوكولاتات الاكل الحاجات زي كده، وزي ما انت بتنتجها في البلد عندك في غيرك واخدها زي الامارات زي السعوديه بتنتجها برضو بالوكاله. فلما انت بتنتجها وانت كنت وقتها انت المصدر الاساسي لافريقيا والشرق الاوسط وكمان حتى شمال جنوب اوروبا، وفجاه تبقى انت بتستورد من السعودية والامارات نفس المنتج بتاعك، وبسبب استيرادك ده بدأت تزود حصتهم الانتاجية وتقلل عندك حصتك الانتاجية لغاية لما بقيتش انت منافس، فالوكالة تتسحب منك ويتقفل المصنع. عملية الاستيراد هنا مضرة بالاقتصاد، ما هياش بتساعد الاقتصاد. استمرار الفكرة ديت هي اللي أدت الى خروج كتير جدا من الخدمات والمنتجات اللي كانت بتتميز بيها مصر في الانتاج الزراعي والصناعي. يعني المساله تراكميه، ما هياش فجاه ظهرنا كده فجاه لقينا نفسنا بنستورد كل حاجه. هو التحول ده كان بقاله سنين طويله. طيب ده انعكس بايه بقى دلوقتي؟ انعكس على الفكره اللي انا بقولها، انه لازم تكون الدوله كلها ماشيه على منهجيه واحده. الايرادات اللي بتدخلها الدوله من مواردها المختلفه للعمله الاجنبيه ما بتكفيش الخروج نفس العملة الأجنبية عشان الاستيراد للمواد غذائية أساسية وكمالية وروماتيريالز وغيرها وغيرها، ودوت بينهك الوضع الاقتصادي في البلد. فمهما حاول ان انت تجيب اي عملة صعبة من برة ما بتستمرش، لانه اللي انت بتجيبه بتخرج قده ويمكن محتاج اكتر منه عشان تقدر تجيب منتجات. واحدة من أهم مصادر القوة الاقتصادية لأي دولة هو الاكتفاء الذاتي، إنك تقدر إنك أنت تنتج أكبر عدد من المنتجات اللي أنت محتاجها وتبقى موجودة عندك في البلد عشان تقلل من العبء على استنزاف الموارد العملة الأجنبية للاستيراد. طيب ده هيوصلنا لنتيجة صعبة جدا 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 للوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، ولازم نخلي بالنا ان كل دول العالم بتمر بهذا الوضع الاقتصادي بسبب كورونا وما تلتها بعد كده من حرب روسيا واوكرانيا، واللي احنا كنا بنقول ان التركيبة الاقتصادية في العالم بقت متركبة على بعض، وانه لو في دولة وان كل دولة لها مورد استراتيجي او سلعة استراتيجية لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، اذا وقعت بتوقع معها العالم او بتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد بتاع دول العالم. وده واضح جدا من الحرب اللي حصلت ما بين روسيا واوكرانيا، باعتبار ان هم موردين اساسيين لسلع اساسية في السماد والحبوب والقمح وغيره، وبرضو للغاز والبترول، وفجأة الكلام دوت بدأ يقل تدريجيا ودوت بدأ يعمل رفع لعملية أسعار المنتجات الأساسية في دول كتير، من ضمنها إحنا، من ضمنها إنجلترا، من ضمنها ألمانيا. واللي بيتابع الأخبار هيكتشف إنه مثلا في إنجلترا أصبح في إضرابات، كأن في، ومش بس كده، ده عاملين جداول للإضرابات في كل القطاعات، إنه النهاردة القطارات فيها إضراب، بكرة المستشفيات فيها إضراب،
المانيا لسه بتقول على الجمعه اللي فاتت ديت كان عندها اضراب في المطارات ووقفت الخطوط الجويه بتاعتها. كل ده بسبب الظروف الاقتصاديه المؤثره بشكل عام على الكل. ولكن النقطه هنا كل دوله بتستقبل هذا الاثر الاقتصادي بشكل مختلف عن دوله تانية. في دول بتقدر انها تتحمل وتعبر الموضوع بسلام، وفي دول بتتاثر تاثر بسيط، وفي دول بيبقى وقعها ضخم وعبء قوي. احنا ممكن نعتبر مصر الى لغايه دلوقتي هي يعني عبئها الى حد ما ممكن نقول عليه متوسط شويتين، ولكن لازم يكون في حلول استراتيجيه وحلول سريعه، لانه ممكن ما تستمرش الموضوع بالسهوله دي او لفتره اطول. اللي انا لمسته في مصر هو ارتفاع اسعار المواد الغذائيه بشكل كبير، وارتفاع الاسعار بشكل عام في كل حاجه، بس الموارد الغذائيه هي دي اللي لفتت انتباهي. لانه انا لما سبت مصر 15 سنه كنت بشوف سعر الفواكه والخضار بالقرش سيخ، اللي هو انا لما كنت اول مره اروح مصر وكنت بستغرب جدا ليه حاطين حرف الجيم بالشقلوب على الرقم، فبيقول لك لان ده معناته قرش مش جنيه. فدلوقتي كل الجيم محطوطه بالمعدول والارقام خزعبليه، اللي هي انت بتلاقي حاجات كده من اول 30 جنيه وانت طالع، الكيلو بحاجه و30 بحاجه و40، اللي هي انت بتتكلم على خضار وفاكهه اللي انت كنت بتجيبها ب 75 قرش وبقرش زاغ وب 75 قرش ب 25 قرش وحاجات زي كده، انت بقيت تتكلم ب 35 و40 جنيه وارقام انا مش قادر استوعبها يعني. والشيء الثاني انه حتى العيش، ودي الاساس في الاكل عندنا، يعني كل شعب بيبقى له مورد غذائي اساسي اللي هو مثلا العيش. في اسيا مثلا الرز والنودلز والكلام دوت، احنا بالنسبه لنا العيش. فلما يبقى العيش او الخبز دوت سعره ارتفع بالشكل ده، الناس تعمل ايه؟ انا ما انا يعني فكره انه اصل الارتفاع نتيجه شح في الموارد، انا ما شفت الشح. في مثلا كان بيقول لك اصل الاستيراد واقف وفي منتجات مش موجوده، انا ما شفتش نقص في منتجات، سواء منتجات اساسيه غذائيه او حتى منتجات كماليه، يعني كل البراندات موجوده في اي حاجه وفي كل حاجه، بس هي الاسعار اللي اوفر حبتين ثلاثه اربعه، اوفر بكتير يعني، اوفر حتى عن السعر العالمي المتوسط اللي هو سيبك من بقى من فرق العمله، اللي هو احسبها حتى باي بالدولار، احسبها مثلا دي لو انا جايبها بالدولار من اي دوله تانية، ليه عالي؟ في فرق، في فجوه كده مش قادر افهمها. هل هي نتيجه عدم وجود رقابه حقيقيه على التجار في التسعير؟ هل هو الاحتكار مجموعه من السلع وان في موردين اساسيين هم اللي بيحطوا او بيتحكموا في الاسعار؟ لكن المفروض في الاوضاع الاقتصاديه اللي زي ديت بيبقى في شويه وطنيه حتى من التجار، يعني عمليه المكسب او انتهاز الفرص في الازمات عشان تعمل مكاسب مش وقته خالص. في دوله فيها ظروف اقتصاديه معقده مرت بيها بعد انهيار كامل حصل الاقتصاد من 2011 الى تاريخه، وانت بتحاول تعيد بناء دوله من اول وجديد، الموضوع خطير. ازاي بقى يعني هيتم الاصلاح؟ انا مش مطلع على كل البيانات اللي بتنشر او اللي ما بتنشرش في الدوله عشان اقدر احكم او يعني اقعد انظر على موضوع معقد زي دوت، لانه عشان انت تقعد تنظر من بره هعمل بالظبط زي اي واحد بيتفرج على ماتش كوره وقاعد بينظر على المدرب ليه طلع ده وما طلعش ده، رغم ان انت لو وقفت مكانه مش هتعرف تعمل حاجه. فانا مش عايز اوصل لهذه المرحله برضو واحكم على الاوضاع، ولكن الاوضاع في مصر صعبه من الناحيه دي. في حاجات كويسه اتعملت وفي حاجات خطيره محتاجه بجد الى وقفه قويه ومحتاجه الى مش عارف هنعمل ايه فيها بصراحه. ولكن انا واحد من الناس اللي خفت كتير، لانه اكيد في يوم من الايام ممكن ارجع مصر. فاذا رجعت في ظل الظروف الاقتصاديه الضعيفه ديت والصعبه ديت، انا نفسي مش هقدر اعيش فيها، ويعني هيكون مكاني اكيد ويا اما قدام السيده، ده حتى هتبقى ليها يعني صعوبه لانه مش اي حد دلوقتي بيعرف يبقى شحات، يعني في متطلبات لهذه الوظيفه دلوقتي. ولكن اللي انا عايز اقوله ان على قد ما كنت شفت حاجات تفرح، على قد برضو ما شفت حاجات تحزن، ولازم ما نقللش من اللي تم من انجازه، بلاش نحتقر اللي حصل. لو في حاجه كويسه حصلت لازم ننبسط ان في حاجه كويسه موجوده، لو في حاجه مش كويسه ندي لكل حاجه حجمها، بلاش نبالغ في ان احنا نشوه صوره حاجه اتعملت. يعني في ناس كتير بتقول لك ايه لازمه الطرق، الطرق ديت ساعدت حاجات على حل مشاكل كبيره،
انا حسيتها لما كنا بنروح اي مشاوير او سفريات وكنا بناخد وقت نص الوقت اللي احنا كنا بناخده زمان. لو ما كانتش موجودة وما كانتش موجودة بالكفاءة اللي موجود فيها دلوقتي، ما كناش هنوصل بالسهولة واليسر ده. برضو في حاجات يمكن بوادر أتمتة أو يعني نظام تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كان يعني معقول. فنتمنى إن احنا نشوف الوضع يبقى أظرف يمكن خلال الفترة الجاية، إذا يعني الكوكب ما فرقعش من جنابه من الحرب اللي بتحصل والعناد اللي ما بين كل دول العالم، حتى الصين وأمريكا برضو الموضوع متوتر جدا ما بينهم بشكل خطير، واحنا مش عايزين الموضوع يتوتر اكتر من كده، لانه الاقتصاد فعلا العالمي ما عادش مستحمل، ومفيش دولة فعلا قادرة تستحمل مهما كانت قوتها الاقتصادية في تأثير مباشر. احنا في شركاتنا ما عادناش مستحملين، وطول الوقت بنخفض التكلفة على حسابنا، على حساب موظفينا، على حساب الناس اللي بتمشي بترجع تقعد، يا اما بطالة قاعدة في البيوت، يا اما بترجع لبلادها اللي هي اصلا بتعاني اقتصاديا ومش قادرة تتحمل واحد زيادة يجي من بره، بدل ما كان هو بيساعد البلد في تحويلات عملة أجنبية دلوقتي بقى عبء عليها، وهو ما عندوش موارد دخل يقدر يعيش أو يعتمد فيها على نفسه، وهيبدأ يدور على إعانات من الدولة، أو هيبقى واحد من الناس اللي بقى محسوب على المصروف الدولي، مصروفات الدولة. فيعني إحنا يعني نتمنى إنه ربنا بقى يعني يسهلها علينا الفترة اللي جاية. وفي حد فاهم حاجة بصراحة؟ ولا أنا كمان، لو حد فاهم حاجة يبقى يقول لي. شوفوا وشكم على خير.